السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كما نسأله جل وعلا أن يجعل ما أنزل علينا من أمطار وخيرات قوة لنا ومتاعا على طاعته والإقبال عليه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا شكر نعمه وأن يزيدنا من إمداده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس الرابع من دروس أشراط الساعة، وقد سبق معنا في الدرس الثالث أن تكلمنا عن علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي ظهور الفتن. وذكرت لكم آنذاك أن الفتن مبدأها من المشرق، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم حينها الأحاديث الواردة في ذلك. وبالفعل ظهرت هذه الفتن من المشرق، وتبعها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مقتل عثمان على يد الخوارج الذين تألبوا عليه من العراق ومصر. ثم بعد ذلك حصلت موقعة صفين سنة 36 من الهجرة، ثم ظهروا الخوارج ظهورا بينا، وحصلت موقعة النهروان بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل موقعة النهروان حصلت موقعة الجمل سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وموقعة صفين وموقعة الجمل كانت بين الصحابة رضي الله عنهم، وذكرت لكم حينها فائدة عظيمة، وهي أن أهل السنة والجماعة بالإجماع مذهبهم فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم الإمساك عما شجر بينهم، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء، ويعتقدون أن الآثار المروية في ذلك إما أنها مكذوبة إما أنها مزيدة أو منقصة أو محرفة عن وجهها الصحيح. ولذلك صار أهل السنة والجماعة تجاه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم آخذين بموقف عدم الدخول في ذلك والإمساك عما حصل بينهم، ويعتقدون أيضا أن هؤلاء الصحابة بين شخصين، شخص مجتهد مصيب وشخص مجتهد ومخطئ، والجميع مغفور لهم بإذن الله سبحانه وتعالى لما لهم من فضل عظيم جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتها لكم في حينها. ثم ظهر بعد ذلك موقعة الحرة في سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر القول بخلق القرآن، وكانت فتنة عظيمة. ثم ذكرت لكم أن من الفتن اتباع سنن الأمم الماضية، وكذلك التشبه بالكفار، ولا تزال الفتن تخرج اتباعا حتى تخرج أعظم فتنة، وهي فتنة الدجال. فهذه الفتن كلها من أشراط الساعة، وهي داخلة تحت شرط واحد من أشراط الساعة، وهي ظهور الفتن. وما زالت تشتد من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا هذا، وستشتد أكثر. سيأتي معنا من ضمن علامات الساعة شيء أيضا داخل في هذه الفتن حتى يخرج الأعور الدجال، وهي أعظم فتنة، وهي من العلامات الكبرى، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. اليوم معنا عدة علامات، منها وهي العلامة العاشرة بعد التسع التي ذكرناها في الدروس السابقة من العلامات الصغرى، ادعاء النبوة. فادعاء النبوة من علامات الساعة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهذه العلامة ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ممن ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة مسيلمة الكذاب، فقد ظهر في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عليه الصلاة والسلام بمسيلمة الكذاب، وكثر أتباعه وعظم شره. لكن قضى عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معركة اليمامة المشهورة. وممن ادعى النبوة أيضا مع مسيلمة سجاح، وهي قد تزوجته بعد ادعائها للنبوة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما قتلوا مسيلمة الكذاب عادت سجاح إلى الإسلام، لكنها قبل ذلك ادعت النبوة. وممن ادعى النبوة أيضا الأسود العنسي في اليمن، لكن قتله الصحابة وقتلوه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثير. وما جاء من حصرهم بال30 في بعض الروايات يفسره ما جاء في الروايات الأخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 أو قريب من 30، فليس المراد ذات 30 وإنما هو عدد قريب من 30. ومن ادعى النبوة لعلهم أكثر من ذلك، ولكن لعل مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم أن هؤلاء من يشتد أمرهم وتعلو شوكتهم ويكثر أتباعهم، فإن هؤلاء نحو من 30، ولا يزالون يخرجون هؤلاء حتى يخرج في آخرهم الأعور الدجال، كما جاء ذلك صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب. وجاء في بعض الروايات أن 4 من هؤلاء 30 نسوة، 4 من هؤلاء 30 نسوة. وعلى كل حال كما ذكرت لكم أن هذا العدد تقريبي كما جاء صريحا في الحديث قريب من 30. هذه هي العلامة 10 من علامات الساعة. العلامة 11 انتشار الأمن. ففي المسند عن أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. وقد وقع هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتوحات الإسلامية وإرساء العدل وإقامة الشرائع ودخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى في كافة البلدان التي في الجزيرة العربية والمجاورة لها، وحينما أمن الناس رؤية هذه العلامة بوضوح. ثم بعد ذلك انتشر الأمن في كافة الأرجاء، ولا يزال الأمن يأتي ويذهب، ولكن ظهور الأمن علامة من علامات الساعة. العلامة 12 ظهور نار الحجاز، ظهور نار الحجاز. ومن علامات الساعة نارين، أحدها من علامات الساعة الصغرى وهي هذه نار الحجاز، والأخرى من علامات الساعة الكبرى التي تخرج من قعرة عدن وتحشر الناس إلى أرض المحشر، وهذه سيأتي الكلام عنها. ولكن المقصود بهذه العلامة علامة صغرى، وهي نار تخرج أو خرجت في الحقيقة في الحجاز، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى مدينة في الشام يقال لها حوران، بينها وبين دمشق 3 مراحل. وقد ظهرت هذه النار كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في 54 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولتحفظ هذا التاريخ فإن العدد من اليسار إلى اليمين تنازلي: 6 5 4،
654 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت هذه النار، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه حدثه بها من رآها، فإنها خرجت في زمنه. فقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: وكانت ناراً عظيمة من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة، أخبرني من حضرها من أهل المدينة. وذكرها أيضاً ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، وذكرها القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، وكلهم ذكروا أنها هذه النار هي المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الثانية عشرة. بل ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن أهل بصرى رأوا أعناق الإبل قد أضاءت من نار خرجت، وهي هذه النار التي خرجت في المدينة. العلامة الثالثة عشرة ضياع الأمانة، وقد جاء ذلك صريحا كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة فأجاب وقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. و جاء عند البخاري مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمانة ترفع من القلوب ولا يبقى إلا أثرها، في حديث طويل ذكره حذيفة رضي الله عنه. والأمانة أيها الإخوة أصلها الدين، أصلها الدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة أصلها الدين والتوحيد، ويتفرع عنها بقية شرائع الدين، يتفرع عن أصل الدين والتوحيد بقية شرائع الدين. ومن العلامات البارزة لضياع الأمانة لضياع هذه الأمانة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا أسند الأمر إلى غير أهله أو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فإن ذلك ضياع للأمانة. فهذه العلامة البارزة تدل على أن الأمانة قد ضاعت عند الناس. وجاء في حديث حذيفة الذي ذكرته لكم أنه سيأتي زمان يقول الناس يتساءلون عن الأمين حتى يقولون إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني إن عندهم رجل أمين ما أعقله ما أتقاه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا جاء في رواية حذيفة التي ذكرتها لكم عند البخاري، أو كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فأني قد ذكرته لكم بالمعنى. فهذا دليل على ضياع الأمانة وأنها من علامات الساعة، ولعل هذه العلامة من علامات الساعة أمر واضح ليس في هذا الزمن فحسب، بل في الأزمنة السابقة المتأخرة، فإن الأمانة قد أسندت إلى غير أهلها كثيراً. العلامة الرابعة عشر من علامات الساعة قبض العلم وظهور الجهل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. ورفع العلم أيها الإخوة يكون كما جاء في حديث آخر بقبض العلماء. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكنه يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد يقول قائل إن أهل العلم سيبقون إلى آخر الزمان أو إلى آخر وجود الدنيا، بغض النظر عن الأحاديث التي جاءت بأنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، سيأتي بيانها. لكن لو قال قائل إن أهل العلم سيبقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. سيأتي بيان هذا الحديث. لكن لو قال قائل إن أهل العلم سيبقون موجودين فكيف تكون هذه من علامات الساعة، لكان الجواب أن قبض العلم وثبوت الجهل يكون هو الظاهرة عند الناس،
ويكون هذا في الأعم الأغلب، ولا يمنع ذلك من وجود علماء قلة مغمورين في الناس، لكن الظاهر والعام والغالب على الناس أنهم جهلة، وأن أهل العلم قليلون مغمورون بين الناس، لا يعرفهم الناس ولا يأخذون عنهم، فبهذا يرفع العلم ويثبت الجهل. واعلموا أيها الإخوة أن العلم المقصود منه علم الوحي، ما جاء في الكتاب وفي السنة، وليس غير ذلك. فأما العلوم الدنيوية فليست مقصودة في هذه الأحاديث. واعلموا أن العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فإنما المقصود به العلم الشرعي لا غير، فإنما المقصود به العلم الشرعي ولا غير. وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فإيش؟ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والإفتاء لا يكون إلا في العلم الشرعي، والضلال أيضا لا يكون إلا بالانحراف عن الشريعة الإسلامية. العلامة الخامسة عشر والأخيرة في هذا الدرس: كثرة أهل الظلم وأعوانهم. ففي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. وفي رواية للطبراني: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. وقد صحح هذه الأحاديث الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ما الفرق بين الغدو والرواح؟ يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، ما الفرق بين الغدو والرواح؟ الغدو في أول النهار، والرواح في آخر النهار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة أي جائعة، وتروح يعني ترجع بطانا أي قد شبعت من ما رزقها الله سبحانه وتعالى. فالغدو الذهاب في أول النهار، والرواح العودة في آخر النهار. فهذه من علامات الساعة: كثرة أهل الظلم وأعوانهم. ولعل هذه العلامة أيضا أوضح من أن يبين أنها وقعت، فقد وقعت في القرون السابقة ولا تزال تقع في الأرض إلى قيام الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.